نفى المغرب أن يكون قد تقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم دولا ذات أسرع نمو اقتصادي في العالم. وأوضحت الخارجية المغربية أن المبادرة جاءت أحادية الجانب من قبل حكومة جنوب أفريقيا التي ستحتضن بلادها اجتماعا للمنظمة ما بين 22 و24 من أغسطس الحالي. المغرب أكد أن المبادرة نفسها لم تصدر من قبل بريكس أو الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن دبلوماسية جنوب أفريقيا منحت مرة أخرى لنفسها الحق بالحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس دون استشارة مسبقة، وأن الأمر يتعلق بتصورات لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال. منظمة البريكس نتعرف عليها في هذا العرض. في هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا بك دكتور معنا. أهلا بك دكتور معنا. مرحبا. مرحبا بك. المغرب طبعا تتحدث عن عداء جنوب أفريقيا لها، وهي التي دعتها للمشاركة في هذا الاجتماع المرتقب في جوهانسبرغ، لكن هذه الدعوة واضح دكتور بأنها تتم قفزا عن الاتحاد الأفريقي دون مشاورة أو ربما استشارة للمغرب المختص بهذا الموضوع مباشرة، وحتى دون استشارة لدول بريكس نفسه. برأيك لماذا تلجأ جنوب أفريقيا إلى هذا الموقف؟ وعلى أي ذكرت مسألة مهمة، أن جنوب إفريقيا ليست دولة صديقة موثوق بها بالنسبة للمملكة المغربية، وهذا تعكسه محصلة مواقف جنوب إفريقيا من القضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية، وبالتالي لا أحد قد ينكر بأن جنوب إفريقيا تخطط لبعض الأمور لإرضاء جهات معينة ومحاولة إظهار المملكة المغربية بموقف ضعيف. الآن المملكة المغربية سجلت مجموعة من النقاط الإيجابية خاصة فيما يتعلق بقضيتها الاستراتيجية الأولى، وهي قضية الصحراء، قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وهناك أطراف ربما هي تتحرك في هذا الاتجاه أو اتجاه آخر، لربما معتقدة بأنها يمكن أن تحصل على بعض المكاسب من خلال هذه الدعوة، لأننا نعرف جيدا أولا بأن مختلف التجارب أثبتت بالملموس بأن تنظيم جنوب إفريقيا لمجموعة من التظاهرات يكون سيء، والدليل في ذلك وهو مجموعة من القمم والمنتديات، لاعتبار أن جنوب إفريقيا تعاني مشكل أمن حاد. أكيد بأن لا أحد ينكر بأن جنوب إفريقيا دولة متقدمة مزدهرة، دولة لها مكانتها على الصعيد الدولي، ولكن لا أحد كذلك ينكر بأن جنوب إفريقيا تعاني من مشاكل أمنية، حتى أنك عندما تتوجه إلى جنوب إفريقيا في فندق من الفنادق فإنهم يحذرونك من أن تخرج منفردا، وحتى تخرج لابد وأن تكون مرافقا أو تتبع خريطة يعطيها لك الفندق حتى لا يتحمل
مسؤولية الضرر الذي قد يصيبك. لذلك فدعوة جنوب إفريقيا ليست بريئة، وبلاغ الذي صدر من مأذون في وزارة الخارجية المغربية أكد بالملموس بأن هذه الدعوة ليست بريئة، وبأن جنوب إفريقيا لا يمكن الاعتداد بها كدولة صديقة، فهي دولة دائما معادية لمصالح استراتيجية للمملكة المغربية، لأن جنوب إفريقيا تعتبر بأن المنافس لها هو المغرب في شمال إفريقيا. طيب دكتور، وصفت هذه الدعوة بأنها غير بريئة، وقلت في بداية حديثك بأنها تأتي إرضاء من جنوب إفريقيا لبعض الجهات أو بعض الدول ربما. من هي هذه الجهات دكتور؟ يجب أن نكون واضحين، الجزائر تخطط بشكل كبير، هي وجنوب إفريقيا دائما كل الملتقيات والمواعيد الإفريقية إلا ويكون، وحتى العالمية الأخرى في مجلس حقوق الإنسان أو غيرها، دائما يكون هناك تنسيقا مسبقا بين جنوب إفريقيا والجزائر. مثلا يعرفون جيدا بأن حضور البوليزاريو يقلق المملكة المغربية، ولا تكون المملكة المغربية مرتاحة لقيمة وحجم الحضور، لأن يمكن أن يكون حضور، ولكن عندما يكون حضور من نوع استقبال غالي كرئيس دولة كما كان قد وقع في تونس من طرف الرئيس سعيد أو شيء من هذا القبيل، فإنهم يعرفون جيدا بأن المملكة المغربية لا تقبل هذا، وتعتبره نوعا من العداء لمواقفها ولجهودها فيما يتعلق بإدارة وتدبير هذا الصراع. لذلك فلا أحد يستبعد بأن الأيادي الخفية تكون فيها الجزائر. طيب طالما ذكرت الجزائر دكتور محمد، هناك وجهة نظر أخرى ربما في هذا الإطار، ألا يمكن أن يكون رفض المملكة المغربية لهذا الطلب من قبل جنوب أفريقيا يكون سببه أساسا هو محاولة الجزائر الأخيرة الانضمام أساسا إلى بريكس؟ الجزائر هي تقدم دعوة لكي تنضم، الجزائر بشكل رسمي هي قدمت دعوة وقامت بمجموعة من التحركات ربما أنفقت فيها الملايين من الدولارات مقابل أن تحصل على شرف الانضمام. المملكة المغربية لم تتقدم بأي طلب في هذا المستوى، بل العكس من ذلك، أن هناك من طلب من المملكة المغربية لكي تنضم إلى هذه المنظمة، منظمة البريكس، وبالتالي المملكة المغربية لا يزعجها أن تنضم الجزائر أو لا تنضم، لأن المملكة المغربية لها حسابات استراتيجية في مواقع وفي أماكن أخرى. المملكة المغربية تحترم كل المنظمات الدولية وتعتبر بأن كل عمل مشترك بإمكانه أن يساهم في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والتعاون والسلام. طالما دكتور أن هنالك توتر من عدمه لا يقلق المملكة المغربية في شيء. واضح، لكن دكتور باختصار لو سمحت، طالما أن هنالك توتر من قبل ما بين المغرب وما بين بعض الدول مثل الجزائر، دعنا نكون بشكل واضح نتحدث، وعداء من جهة أخرى مع جنوب أفريقيا منذ 2005 تقريبا، والمسألة المرتبطة بما تسمى بجبهة البوليساريو، هنا دكتور هل أفريقيا غير واردة في حسابات المغرب، لا في اجتماعات ولا في روابط معينة ولا في مجموعات معينة، نتحدث طبعا انطلاقا من رفضها الذهاب إلى بريكس واجتماعية؟ المملكة المغربية دائما كانت صريحة وواضحة ومدت يدها إلى جنوب إفريقيا في مجموعة من الفرص وفي مجموعة من المناسبات، ومنها عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي. جنوب إفريقيا بتنسيق مع الجزائر قامت بخطوات مضادة من أجل عرقلة رجوع المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وحتى عرقلت عمل المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وكذلك جنوب إفريقيا عرقلت دخول المملكة المغربية إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي. وبالتالي فالأكيد بأن جنوب إفريقيا هي التي لها حسابات أخرى غير حسابات المملكة المغربية، وبالتالي لا يمكن اليد الممدودة أن تبقى إلى ما لا نهاية. وأذكر كذلك في نفسي
بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان واضحا عندما حدد بأن المنظار الذي تنظر به المملكة المغربية في علاقاتها الدولية الخارجية هو من منظار الوضوح والاعتراف بمغربية الصحراء وجنوب إفريقيا لها مواقف عدائية في هذا الباب، وبالتالي دعوة جنوب إفريقيا لا تعني المملكة المغربية في أي شيء، وهذا كان هو بلاغ المأدون من وزارة المصدر المأدون من وزارة الخارجية المغربية. أشكرك على هذا الحضور معنا عبر سكايب، الدكتور محمد غالي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش.